مرحبا بكم مجددا إلى هذا الجزء من النافذة، والذي نخصصه لمتابعة التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية في سوريا. قال ناشطون إن الطائرات الروسية والسورية استهدفت 7 مستشفيات في مدينة حلب إضافة إلى بنك للدم داخل المدينة، كما استهدف القصف عددا من المراكز الطبية الميدانية في كل من حريتان والأتارب وكفر حمراء بريف حلب الشمالي والغربي، ما تسبب في توقفها عن العمل وتأزم الأوضاع الطبية والإنسانية لنحو 400,000 مدني داخل المدينة. وفي حلب قتل 4 أشخاص وأصيب العشرات في غارات روسية وسورية على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، وتسبب القصف في انهيار عدة منازل وإلحاق أضرار بالممتلكات. وقد تركز القصف على أحياء المرجى والشعار والسكري وقاضي عسكر وباب الحديد. ينضم إلينا من حلب عبر سكايب الناشط الإعلامي محمود رسلان. محمود، دعنا في صورة آخر التطورات لديك في حلب كما رصدتها اليوم. نعم، فضلا عن قصف قوات النظام اليومي بأكثر من 40 غارة جوية وعدد كبير من البراميل والألغام البحرية وجرر الغاز، باتت الآن الطيران الروسي أكثر بات يركز تركيزا شبه كامل على المشافي الميدانيه والمشافي التي طبعا معده طبعا للاطفال والنساء. منذ الامس، منذ مساء طبعا صباح الامس الى اليوم، استهدف الطيران الروسي 4 مشافي وبنك الدم وايضا مركز الطبابه الشرعيه. الـ4 مشافي كانت طبعا مشفى منهم نسائيه واخر توليد واخر ايضا خاص بالاطفال الذين يعانون امراض شديده، وايضا الاخر للجراحه العامه. هذه الـ4 مستشفيات خرجت عن الخدمه بالكامل منذ مساء امس الى اليوم، لا يوجد هذه المشافي، لا يوجد فيها خدمه نهائيا بسبب استهدافها من الطيران الروسي المركز على هذه المشافي. اتحدث عن قصف مدينه حلب بشكل عنيف جدا منذ اكثر من 45 يوم الى الان، يوميا باكثر من 40 غاره استهدفت عدد من الاحياء، منها حي باب الحديد وقاضي عسكر وايضا منطقه القاطري. طيب، وايضا المست والمرج. بعد استهداف سبعة مستشفيات اليوم في حلب وتوقفها عن العمل تماما، هل هناك بدائل متاحه لنحو 400,000 من اهالي حلب؟ لا يوجد هناك بدائل، لكن طبعا المدنيين الذين باتوا في مدينه حلب الان شبه محاصرين، هم يحاولون علاج انفسهم بانفسهم مع بعض الاطباء والممرضين. هناك منازل عاديه اصبحت الان مستشفيات ميدانيه مؤقته طبعا لان المشافي خرجت بشكل كامل عن الخدمه. هناك طبعا بقي فقط يعني مستوصفات، لا يوجد في مدينه حلب الان مستشفيات لكي تعالج، الان بقي مستوصفات وايضا دور استشفاء. هذه الدور الان هي العلاج المؤقت، لا يوجد فيها معدات كافيه لكي يتعالج فيها المصاب، لكن ان كان هناك مصابين بحالات حرجه يفقدون ارواحهم بسبب قطع طريق الكاستيلو، الطريق الوحيد لمدينه حلب كي يخرجوا ويعالجوا خارج مدينه حلب، ان كان في الريف الغربي وايضا ان كان في تركيا. الان الطريق مقطوع ايرانيا بسبب قوات النظام، ولا تزال قوات النظام تحاول التقدم على هذا الطريق لحصار أخوان أكثر على 400,000 مدني في مدينة حلب. اليوم كارثة إنسانية في مدينة حلب بسبب 400,000 مدني. الناشط الإعلامي محمود رسلان كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك.
أفاد ناشطون بأن 4 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات النظام أحياء سكنية في مدينة حامورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما قتل شخص جراء قصف قوات النظام مركزا طبيا في صقبة بالغوطة الشرقية، وقتل مدني إثر تعرض مزارع دوما لغارات من طائرات النظام، بينما أصيب عدد من الأشخاص لدى قصف النظام أحياء سكنية في كفر بطنة في ريف دمشق. الله أكبر، تعالوا تعالوا تعالوا، خالتي خالتي حجاج، نزلوا على الطبية دغري، على الطبية دغري، تعالي تعالي تعالي، الله أكبر. وفي حمص قال ناشطون ان الطيران الحربي قصف مدينه رستن وبلدتي عز الدين ودير فول بريف حمص الشماليه، وقد اصيب عدد من المدنيين جراء القصف ودمر عددا من المنازل، كما قصفت قوات النظام بالمدفعيه الاحياء السكنيه بمدينه تلبيسه. ينضم الينا عبر سكايب من ريف دمشق الناشط الاعلامي ياسر الدوماني. ياسر، كيف يبدو المشهد لديك؟ بدايه دعني ابدا بالاخبار العاجله مع تحليق للطيران الحربي في سماء الغوطه الشرقيه وشنه غاره جويه على وسط مدينه عربين، الى الان لم يتبين نتائج الغاره، ايضا تحليق لطيران الاستطلاع من قبل قوات النظام، اليوم كان يوما داميا بامتياز، لا تزال حاله الرعب وحاله الصدمه جراء المجازر المتتاليه في دوما حموريه وعده بلدات في غوطه دمشق الشرقيه، الحمله مستمره 10 شهداء حتى الان عندما نتكلم عن جرحى مدنيون جراء قصف على مدينة حزة، قصف على بلدة عربين، قصف على مدينة دوما بالطيران الحربي، وأيضا بالمدفعي استشهد محمود النجار، راتب البويضاني، بلدة حزة أيضا تعرضت للقصف، مدينة كفر بطنة أيضا تعرضت لقصف مدفعي، بلدة صقبة أيضا تعرضت لقصف مدفعي وسقط شهيد من نازحي بلدة العبادة، بلدات الميدعاني، حوش نصبي، حوش الفارة، مناطق المرج استهدفت واحترقت عدة محاصيل زراعية في المنطقة، بلدة الشيفونية أيضا تعرضت للقصف، كفر بطنة أيضا تعرضت للقصف، القلمون الشرقي وبالتحديد مدينة أبمير هناك شهيد جراء التعذيب من قبل قوات النظام، شهيد أيضا في مدينة حرستا جراء قنصه من قوات النظام، حاولت قوات النظام بالتزامن مع قصفها لبلدات الغوطة الشرقية اقتحام تلك البلدات، يقول جيش الإسلام أنه تصدى لقوات النظام على جبهة ميدعة وتل الصوان، أيضا قال فيلق الرحمن أنه استهدف مبنى المخابرات الجوية في جبهة عربين بالتزامن مع قصف لقوات النظام على جبهة جوبر ورد الثوار من فيلق الرحمن على تلك المحاولات، الحملة العسكرية مستمرة على دارية، دارية تتعرض لقصف بالبراميل المتفجرة، 26 برميل متفجر حتى الآن، القصف لا يتوقف حتى ليلا، البراميل المتفجرة، صواريخ الأرض أرض، قصف الهاون يحاول شهداء الإسلام أيضا صد محاولات الاقتحام، والنظام تركز قصفها في غوطة دمشق الشرقية على المساجد كما يقول ناشطون. شكرا لك الناشط الإعلامي ياسر الدوماني، كنت معنا من ريف دمشق. يعمل المكتب الخدمي والتابع للمجلس المحلي في مدينة صقبة بالغوطة الشرقية، يعمل على مشروع إصلاح وترميم وتعبيد الطرقات المتضررة نتيجة قصف النظام على المدينة. يقوم المجلس المحلي في مدينة صقبة بإشراف المكتب الخدمي بمشروع إعادة ترميم الطرقات وتعبيدها. نحن عندنا كثير من النقاط في مدينة صقبة تعرضت للقصف، وفي من عندنا نقاط صرف صحي، طبعا هاي النقاط عم تعرقل وعم تسبب حوادث كثير للدراجات النارية الهوائية. عم
بعد عدة شكاوي من الأخوة المواطنين وسائقي سيارات إسعاف والنقط الطبية وسيارات الدفاع المدني، كان لابد من القيام بهالمشروع. طبعا المشروع غير مدعوم من أي جهة خارجية، المشروع تمويل ذاتي من المجلس المحلي من خلال بعض المشاريع التنموية للمجلس المحلي. الحفر تم إحصائها في المدينة ما يقارب 700 نقطة، تتراوح مساحات مساحات صغيرة مساحات كبيرة بحاجة إلى ترميم داخل مدينة صقبة بأحياء وحاراتها كافة. المشروع الحقيقة بدأ المجلس المحلي في 18 من الشهر الجاري، إن شاء الله مستمر إلى 18 من الشهر القادم. وبالعودة إلى ما حدث في حمص اليوم، ينضم إلينا عبر سكايب من ريف حمص الناشط الإعلامي صهيب العلي. أهلا بك معنا صهيب، وما هي آخر التطورات لديك في ريف حمص؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظام الأسد داخل العزيز ينتقم لهزائمهم من النساء والأطفال باستهدافهم بالصواريخ الفراغية، ذلك بسبب فشله في التقدم على حساب الثوار على جبهتي ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي. طبعا أخي العزيز، القصف مستمر على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي من قبل الطيران السوري التابع لعصابات الأسد وميليشياته والطيران المحتل الروسي، وآخرها كان يوم أمس. واليوم استهدف الطيران الحربي يوم أمس مدينة تلبيسة حوش حجة وقرية السامة ديرفول، مما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد كبير من الجرحى. كذلك تم استهداف مدينة الرستان يوم أمس، واليوم عاد الكرة على أهالي مدينة الرستان لاستهدافها بعدة صواريخ فراغية، مما أدى وقوع عدد جرحى من الأطفال والنساء. واستمر الطيران الحربي باستهداف قرية ديرفول تقع شرق مدينة الرستان. طبعا أخي العزيز، القصف مستمر على مستوى كافة ريف حمص الشمالي، من منطقة الحولة الدو والدهب، بلدة عقرب بريف حماة الجنوبي، بلدة حرب نفسي 4 شهداء منذ يومين، ذلك استهدافها من قبل الطيران الروسي بالقنابل العنقودية، كذلك الصواريخ والقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة التي تخرج من حاجز قرمز تستهدف المدنيين في منطقة الحولة التي لا يجد بها الطواقم الطبية الكافية لمداواة الجرحى. دعونا نقف قليلا أخي العزيز على الحصار الذي يتعرض له ريف حمص الشمالي. أرسل المجلس المحلي في مدينة الرستان نداء استغاثة يطالب بإرسال مساعدات فورية، كذلك من أجل تجهيز مادة الخبز. كذلك مجلس المحلي في مدينة تلبيسة كذلك الأمر أرسل انذارات فورية للمنظمات الإنسانية الخارجية من أجل المساعدات في تقديم مادة الخبز. زاد العبء عبئين أخي العزيز على ريف حمص الشمالي بعدما قام نظام بالتهجير القسري لأهلنا المتواجدين في قرية أم القصب وقرية قزحل غربي مدينة حمص بخمسة كيلومتر، وذلك اشتد الحصار على ريف حمص الشمالي الذي يقطن به أكثر من 400 ألف نسمة. طبعا رغيف وخبزة واحد شكرا لا لك في ريف حمص الشمالي. الناشط الإعلامي صهيب العلي كنت معنا من ريف حمص، شكرا جزيلا لك. بعد مرور 15 يوما على انقطاع طريق الكاستيلو الشريان الرئيسي لمدينة حلب واستمرار المعارك بين مقاتلي المعارضة السورية وقوات النظام في محاولة لإعادة فتح الطريق، بدأت بوادر أزمة نقص الأدوية بالظهور في صيدليات ومستودعات المدينة، وذلك نتيجة قصف طيران النظام والطائرات الروسية للمستودعات في مدينة حلب ونظرا للحصار المفروض على المدينة. الأدوية هون نحن بنقدمها مجانا في مركز الحياة عن طريق مستودعات الأدوية، بنجيبها مجانا من مستودعات المجلس الطبي ومستودعات مديرية الصحة. حاليا عم نعاني بشح كبير بسبب قصف المستودعات من قبل قوات النظام والطائرات الروسية، وحاليا في شح كبير في الأدوية أيضا في ظل الحصار القائم في مدينة حلب. أكثر شيء الأدوية اللي عم نعاني من نقصها هي معروفة، أدوية الضغط والقلب والأدوية الصدرية والأدوية المزمنة. والله الأدوية هلا من فترة من أسبوع 10 أيام أعطونا أدوية، هلا وقفوا
صارت كميات كثير قليله وصاروا يعطونا حصص، يعني الكميات مثلا بتطلب 10 قطع او 15 قطعه بيعطيك خمسه خمسه، بتطلب خمسه بيعطيك قطعتين او ثلاثه. وفي مستودعات مثلا يعني الاغلبيه بظن حقهم يعني باعتبار الطريق مقطوع عم بيحطوا نسبه عم بيحطوا نسبه زياده على السعر، بس شيء بسيط 2 او 3% يعني كاجره مواصلات بس مو اكثر. شوي شوي عم بتخف ادويه الاطفال، يعني ادويه الضغط، القلب، السكر، يعني في تناقص. وادويه الاطفال هلا شرابات الاطفال اهم شيء بالسوق لازم تكون موجوده، ما في منها حاليا، ما في الكميات الزياده يعني. من فترة نهاية العيد لحد الآن تعرف صار إطلاق حصار كامل على محافظة حلب، فسيارات انقطعت تماما، صار الأدوية المتوفرة هي نفس الأدوية الموجودة بالصيدليات قبل أو بالمستودعات المدينة نفسها. يعني نحسن نقول إنه هالفترة صار في انقطاع عن الأدوية اللي عم تدخل لجوا. المستودعات الأساسية هي مستودعات الريف، يعني قريبة من مستودعات الأدوية أو حتى المستودعات بتجيب من محافظات تانية. فهي المستودعات الرئيسية هي مراكز بالريف، بالريف الغربي وبالريف الجنوبي طبعا. في مستودعات في حلب، بحلب المدينة طبعا هي أصغر من مستودعات الريف وإمكانياتها أضعف. إذن مشاهدينا الكرام انتهى هذا الجزء من النافذة، وبعد الفاصل يواصل معكم الزميل مصطفى عاشور فقرات النافذة. وفيها تراجع جديد للجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء.